ازيكم يا مواليد برج الجوزاء، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الجوزاء ليوم الثلاث 24 يناير كانون الثاني 2023. لو كنت مرتبط النهاردة هيكون كل منكم النهاردة مشغول في أنشطته، مش هيكون عندكم وقت تفكروا أكتر في تفاصيل حياتكم اليومية. بمجرد أنكم تبقوا بمفردكم هتتكلموا أكتر عن مشروع معين أنتوا بتعملوا عليه من فترة طويلة جدا، لكن من المؤسف جدا أنك ما تحضرش ليه بشكل كويس، وده ممكن يبقى بياخد منك وقت انك تضحك في شوية من المواقف اللي هتبقى ما بينكم متواطئة في اليوم ده. بالنسبة لك النهاردة لو كنت اعزب هتزول اي خيبة امل كانت عندك، هيبتدي يظهر ليك اشخاص خطة بجدد في طريقك، مش هتفهم ازاي وامتى، لكنك هتبتدي تشكك في ان في رسالة هتجيلك من مكان معين النهاردة بخصوص الوضع ده، لكنك هتبقى شوية منزعج من الفضول حول كل الكلمات اللي بتبقى بتنعكس عليك بدق او انفتاح اكتر. عندك صفات مفضلة كتير مش هتكون قادر علشان تسيب بعضها البعض النهاردة بشكل افتراضي اكتر. بالنسبة ليك صحيا لو كنت مشغول شوية باحداث انت ما كنتش عارف تتعامل معاها بشكل مثالي، هتبتدي تميل انك تسير كل اعصابك وحالتك المزاجية اكتر. بالنسبة ليك النهاردة مهنيا مش هيبقى بيتعين عليك انك تثبت نفسك في بيئة تعتبر معقدة اكتر، بفضل كل اعمالك اللي بتعتبر جادة ومنهجية ومقنعة هيجيلك الوقت المناسب عشان يبقى عندك اخبار حلوة بتفرحك، وهتبتدي تلاحظ نجاح لكل جهودك اللي بتبقى بتسرها وبتصير اعجبها كل زملائك النهاردة، وهتبقى بتتفوق على كل منافسيك حتى.